مرحبا بكم أصدقاء القناة، معكم مسر سلايم في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نراجع 10 طرق لصنع السلايم أنا وإياكم، وأعطيكم رأيي الشخصي في هذه الطرق. وجدت هذا الفيديو في اليوتيوب وسوف نقوم بمراجعته إن شاء الله. وأعطيكم رأيي الشخصي. أولا، استعملت صابون غسيل الصحون كما تلاحظون. ثانيا، استعملت الشامبو على هذا الشكل الذي ظهر أمامكم. طبعا يمكنكم استعمال أي نوع من هذه الأنواع، سواء في الصابون أو الشامبو. والآن قامت بتخليط المكونات جميعها مع بعض كما تلاحظون. إذا أعجبتكم هذه السلسلة وتريدونني أن أعمل فيديوهات أخرى خاصة بها فأخبروني في التعليقات. والآن استعملت صابون ناعم كما تلاحظون، أعتقد أنه صابون خاص بالأطفال أو لا أعرف صراحة، أو المحفز مثل صابون الغسالات الأوتوماتيك البيرسيل، لا أعرف صراحة، كما تلاحظون قامت بخلط المكونات جميعها مع بعض. الآن أضافت المزيد من الصابون الناعم كما تلاحظون على هذا الشكل. والآن استعملت القليل من الملح. صراحة أنا صراحة الملح لا أستطيع عمل بها السلايم، أو أنها لا تعمل السلايم غالبا. كما تلاحظون بعد 30 دقيقة السلايم لم ينجح معها، الطريقة الأولى لم تنجح. كما تلاحظون في الباك جراوند هناك العديد من الطرق الأخرى التي في انتظاركم. والآن لننتقل إلى الطريقة الثانية. الآن استعملت القليل من الشامبو نوع آخر، واستعملت القليل من الجليتر والملح كما ترون، وقامت بخلط المكونات مع بعض وتركت الخليط لمدة 30 دقيقة، وكانت هذه هي النتيجة كما تلاحظون. السلايم فشل ولم ينجح معها. قامت فقط بتنبيهكم من هذه الطرق، عملت هذا الفيديو كي تنبيهكم من هذه الطرق الفاشلة. أعتقد أنها سوف تعمل لنا بعض الطرق الناجحة، لذلك تابعوا الفيديو للأخير. أنا استعملت صابون غسيل الصحون وشامبو الأطفال المعروف كما تلاحظون، وقامت بخلط المكونات مع بعض. والآن تركت الخليط لمدة 30 دقيقة على هذا الشكل كما تلاحظون، وكانت هذه هي النتيجة الخاصة بالسلايم. السلايم أيضا لم ينجح. كما تلاحظون الطريقة لم تنجح أبدا، لذلك لا تجربوا مثل هذه الطرق. والآن الطريقة الرابعة، استعملت غسول الفم واستعملت غسول صابون غسول الصحون على هذا الشكل كما ترون. والآن استعملت شامبو الأطفال وقامت بخلط المكونات جميعها مع بعض. والآن استعملت أي نوع من الملونات كما تلاحظون كي يعطي صبغة رائعة للسلايم. واستمرت في تخليط المكونات. والآن كما ترون سوف تترك السلايم لمدة 30 دقيقة، والآن كانت هذه هي نتيجة السلايم كما تلاحظون. صراحة يظهر أنه لن ينجح أبدا كما ترون. لنرى النتيجة مع بعض. كما تلاحظون السلايم مثل الماء لم ينجح أبدا كما تلاحظون، مثل الماء. لذلك لا تجربوا هذه الطرق كما ترون. طبعا أنا دائما أكررها، مكونات السلايم فهي معروفة جدا، غيرها فإذا استعملت غيرها لن ينجح معك السلايم. والآن عاودتني في الطريقة الأخرى، استعملت صابون غسيل الصحون كما تلاحظون على هذا الشكل، واستعملت الشامبو وقامت بخلط المكونات كما تلاحظون. هذا الفيديو سوف يفيدكم كثيرا في تجنب وصفات غير ناجحة. والآن استعملت القليل من الملح أضافت المزيد من الملح وقامت بخلط المكونات مع بعض كما ترون. وبعد ذلك تركت السلايم لمدة 30 دقيقة كالعادة، ونرى هل سوف ينجح أم لا. كما تلاحظون بعد مرور 30 دقيقة كانت هذه هي نتيجة السلايم. فشل أيضا، لم ينجح معها السلايم كما تلاحظون. لذلك لا تجربوا هذه الطرق أبدا.
كما تلاحظون رغم أنكم سوف ترونها كثيرا في اليوتيوب، لذلك لا تجربوها. كما تلاحظون صليم نيد الماء لم ينجح أبدا. والآن الطريقة السادسة لنرى ماذا سوف يحدث فيها. استعمل الصابون غسيل الصحون على هذا الشكل. صراحة أنا لم أشاهد الفيديو أبدا، أشاهده الآن أمامكم ومعكم. كما ترون استعملت أيضا أي نوع من الملونات المتوفرة لديكم كما تلاحظون على هذا الشكل، وسوف تقوم ب أعتقد أنها سوف تقوم بإضافة مكون آخر قبل الخلط. كما تلاحظون استعملت اللون الأحمر الجميل على هذا الشكل وقامت بخلط المكونات. الآن استعملت صابون الأيدي أو الهاند سواب كما ترون. لاحظوا معي ماذا سوف يحدث. الطريقة التي سوف ينجح بها هذا السلايم سوف ينجح إذا استعملت أي نوع من اللصاق المدرسي مثلا أو الغراء أضافته إلى هذه المكونات واستعملته محفز فسوف ينجح، من دونها لن ينجح. كما تلاحظون بعد مرور 30 دقيقة لن ينجح السلايم أبدا. أنا أتوقع هذا. كما تلاحظون النتيجة تظهر من السماء. كما تلاحظون السلايم مثل الماء لم ينجح أبدا لأنه يحتاج إلى مكون ثقيل الذي يجمع المكونات مثل الغراء، ضروري ضروري جدا، إذا لم يكن فلن ينجح. الآن استعملت الرمل السحري كما تلاحظون. صراحة لا أعرف أين تباع هذه المكونات الخاصة بالرمل السحري، أعتقد أنها تباع في المحلات الخاصة بألعاب الأطفال. كما تلاحظون استعملت الرمل السحري، لا أعرف صراحة الوصفة التي سوف تقوم بها، لكن سوف نرى مع بعضها سوف تنجح أم لا. استعملت معه صابون غسيل الصحون بريل كما تلاحظون باللون الأبيض وقامت بخلط المكونات مع بعض. بعد مرور 30 دقيقة كما تلاحظون سوف نرى النتيجة التي وصلت إليها. كما تلاحظون السلايم فشل ولم ينجح أبدا، وأيضا مظهر السلايم السحري قامت بتخريبه. والآن الطريقة الثامنة كما تلاحظون استعملت صابون غسيل الصحون واستعملت جيل الشعر أو كريم الشعر كما تلاحظون على هذا الشكل باللون الشفاف. كما تلاحظون سوف نرى إن شاء الله هل سوف تنجح الطريقة أم لا. تبقت لنا الآن طريقتين، الطريقة التاسعة والطريقة العاشرة، وسوف ننهي الفيديو الخاص بكم طبعا. لا تنسوا أن تخبروني في التعليقات كي يستمر في هذه السلسلة. استعملت الآن نوع من الملونات، وإذا كنتم تتوفرون على فيديوهات خاصة بصنع السلام وتريدون مني أن أقوم بمراجعتها لا تنسوا أن تقوموا بإرسالها لي. الآن استعملت نشا الذرة كما تلاحظون على هذا الشكل، وسوف تقوم بخلطها مع المكونات كما تلاحظون. هذه الوصفة معروفة طبعا عند الكل الذي لا يحب عمل السلام بالغيرة، فيقوم بهذه الوصفة ويصنع العجين كما تلاحظون. صنعت سلايم مثل العجين لكن لا بأس به، فهناك بعض الأشخاص يحبون مثل هذا السلايم كما تلاحظون. والآن تركته لمدة 30 دقيقة وسوف ترى النتيجة الخاصة به كما تلاحظون. صراحة النتيجة جميلة، كأنه مثل الرمل السحري كما تلاحظون. سلايم جميل جدا جميل جدا. والآن الطريقة التاسعة ما قبل الأخير، استعملت صابون غسيل الصحون بريل كما تلاحظون واستعملت القليل من الشامبو على هذا الشكل وقامت بخلط المكونات مع بعض كما تلاحظون. أنا أخبرتكم مسبقا ماذا سوف إذا أردت أن تنجح ماذا عليها أن تستعمل. أنا استعملت المياه، عليها أن تستعمل طبعا القليل من الغراء أو اللصاق المدرسي وتضيف له المحفز مع هذه المكونات وسوف تنجح إن شاء الله الوصفة الخاصة بالسلايم، من دونها فلن ينجح. كما تلاحظون الآن سوف تترك الخليط لمدة 30 دقيقة وسوف ترى النتيجة الخاصة به. كما تلاحظون بعد 30 دقيقة كانت هذه هي النتيجة الوصفة التاسعة كما ترون معي. السلايم أيضا لم ينجح. كما الأشخاص الذين يخبروني في التعليقات يريدوا عمل سلايم بدون غراء، بدون محفز، بدون بيكربونات الصوديوم، بدون بيرسيل، بدون
أي شيء، فسوف تكون هذه هي النتيجة الخاصة بإسلام الذي سوف تعمله بكل صراحة. هذه هي النتيجة التي سوف تكون بالصيام الذي سوف تعمله إذا لم تعمل بالغراء ولم تعمل بالمحفز كما تلاحظون. ماذا تفضل الآن، هل هذه الطريقة التي لم ينجح بها الصيام أم عمل الصيام بالغراء والمحفز؟ كما تلاحظون الآن استعملت جيل الشعر واستعملت الشامبو. كما تلاحظون أنصحك بألا تحاول عمل الصيام إذا لم تتوفر على المكونات المطلوبة، والآن استعملت الملح. كما تلاحظون أيضا هذه الوصفة لن تنجح معها إذا لم تستعمل المكونات التي أخبرتكم بها. والآن كانت هذه هي نتيجة الوصفة الأخيرة كما تلاحظون. أيضا الصيام الخاص بها لم ينجح كما ترون. وإلى هنا ينتهي الفيديو الخاص بنا، إلى اللقاء.